مستعجل على قفل الباب ليه؟ وبكرة تموت وتدفن. كله رايح كله رايح. وفاة الفنان محمد جمعة والشهير بجملة كله رايح في مسلسل الوصية. لكم زعلانين ليه ان احنا بنخسر في الماتشات الودية؟ ما كله رايح. وده بعد ما اعلن الفنان صلاح عبد الله الخبر عنده على صفحته، بس الخبر ما طلعش حقيقه. طب ازاي صلاح عبد الله ينزل خبر زي ده ودي حاجه ما فيهاش هزار؟ وايه رد فعل محمد جمعه وعمل ايه مع صلاح عبد الله؟ كل ده واكتر هنعرفه سوا في الفيديو ده. اثار الفنان صلاح عبد الله جدل كبير في الساعات اللي فاتت بعد ما اعلن عن وفاه الفنان محمد جمعه على صفحته وعمل له منشن. الخبر عمل صدمه للجمهور ولكل الناس داخل وخارج الوسط الفني، ده حتى عيله محمد جمعة ما تعرفش حاجة عن وفاته، بس محمد جمعة طلع عايش وما ماتش. واتفاجئ هو كمان بخبر وفاته على مواقع الأخبار والسوشيال ميديا زيه زي باقي الناس. وطلع محمد جمعة طمن الجمهور عليه وقال إنه بخير وعايش. طب صلاح عبد الله عمل كده ليه؟ وليه خض أهله وأسرته والقريبين منه؟ دي حاجة ما فيهاش هزار وضحك. بس الحقيقة إن محمد جمعة مات فعلا، بس مش محمد جمعة الممثل، ده محمد جمعة الشاعر، وده اللي كان يقصده صلاح عبد الله. ولكن وهو جاي يعمل منشن بدل ما يعمل لصفحة الشاعر عمل لصفحة الممثل، وده اللي خلى كل الناس تفكر إن يقصد على محمد جمعة. ولكن على طول مسح صلاح عبد الله البوست بعد اللي عمله من غير ما يقصد. شاركنا برأيك في الكومنتات وما تنساش الفولو عشان أخبار تانية كتير.